السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة جديدة، خليكم معنا نشوف المكونات وطريقة التحضير. ضمن سلسلة العصائر المفيدة والغنية بالفيتامينات، اليوم إن شاء الله غادي نحضروا عصير بالتين المجفف. نحتاجه كمكونات 150 غرام تاع التين المجفف اللي يكون مرطب في الماء على الأقل 3 تاع السوايع. بالنسبة لي أنا رطبته ليلة كاملة. عندي جوج نتاع الحبات نتاع الموز، الا كانوا صغار غادي تحتاجوا جوج حبات، ولا كان الموز كبير استعملوا حبه واحده. عندي وريقات نتاع النعناع، عندي تما خمسة نتاع الوريقات. عندي لتر حليب، ياغورت اختاروا النكهه اللي بغيتو، وملعقه نتاع العسل للتحليه. اللي ما عندوش العسل يستعمل السكر. نبداو على بركه الله بالطريقه. هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت رضاكم وتجربوها. في انتظار دعمكم للقناة عبر الاشتراك، الضغط على زر الإعجاب وتفاعلكم. في خانة التعليق خليت لكم الراحة.